السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحبابي بالله، موضوع هذه الحلقة عبارة عن رد للأخ ناصر محمد اليماني اللي في اليمن، لأنه مرة أنا بطلع على النت رأيته يفسر آية من القرآن الكريم تفسير خاطئ، فحبيت أبين له التفسير الحقيقي اللي إيش في القرآن الكريم. وأنا ما بحب أفسر بالرأي ولا بأخذ بتفسير أي إنسان بالرأي، أنا بفسر القرآن الكريم ووضوح كما هو بالقرآن نفسه مش من عندي. عشان هيك الآية هي اللي أخطأ في تفسيرها بسورة غافر آية 11: بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل. يعني هو كيف فسرها؟ فسرها إنه إيش، الواحد كما واضح الآية بموت مرتين وبيحيي مرتين، ف بقول انه في رجعة، يعني في رجعة هاي ان الواحد، في ناس بيكونوا ميتين الله بيبعثهم بيرجعهم مرة ثانية على الحياة في البعث الاولى او البعث الصغرى ثم يبعثهم في البعث الكبرى، وهذا الكلام خاطئ وبالصحيح، ودليل على كلام ان شاء الله هسا باخذكم خطوة خطوة مع آيات القرآن الكريم اللي القرآن الكريم رايح يوضح نفسه بنفسه. فبنيجي على سورة البقرة آية 28، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هسا الآية الأولانية، ولقال ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، يعني في موتتان وفي حياتان. وهون الآية هاي يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون، يعني برضو في موتتان وحياتان. بس لما تيجي على القرآن الكريم وتشوف التفسير الصحيح، لأنه في آيات منسوخات وآيات متشابهات، فهذول الآيتين الأوليات هم من الآيات المتشابهات، بس لبعض الناس بتشابه، يعني بيخطئوا في فهمهم للآيات، فبيخطأ في اتخاذ التفسير، إنه مثلاً والله التفسير بموت الواحد مرتين وبيعيش مرتين. فهي في سورة الحج آية 66 يقول لك بسم الله الرحمن الرحيم، وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. يعني هنا في حياتان وموت واحد. برضو بيجي على آية في سورة الروم 40 بقول الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني هو أقول لك الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم، يعني في موت وحدي، ما ذكر الحياة الأولى لأنه لازم يكون حي الإنسان مشان يموت، فهو مذكورة موت حياتان وموت وحدي بس. يعني الله الذي خلقكم، يعني هاي الحياة الأولى، ثم رزقكم ثم يميتكم، هاي الموت، ثم يحييكم، فصار إيش، حياتين، لما خلقنا مرة ثم يميتنا مرة ثم يحيينا المرة الثانية بعد الموت. وقل هل من شركائكم من يفعلوا من ذلك من شيء، حاشا سبحانه وتعالى عما يشركون، لأنه الذي يحيي ويميت هو الله سبحانه وتعالى. طيب بسورة الجاثية آية 26 بقول بسم الله الرحمن الرحيم، قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني هون في الآية قل الله يحييكم في الحياة الدنيا ثم يميتنا في الحياة الدنيا ثم يجمعنا إلى يوم القيامة، شو معناته؟ يحيينا مرة ثانية، فإذا هون حياتين وموت وحدي. ولكن ايش، ثم يجمعكم يوم القيامة لا ريب فيه ولكن اكثر الناس لا يعلمون. طيب شو، طيب ليش في حياتين وذكر الله في القرآن الكريم امتنا اثنتين وحييتنا اثنتين، شو معناها بالضبط؟
هسا قال الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الفرق بين المؤمن والكافر كالميت والحي، المؤمن حي والكافر ميت. فعشان هيك شوف سورة الأنعام آية 122 شو بقول لك؟ أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يعني شو معنى أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس؟ يعني كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، يعني ميت بالظلمات. يعني هاي إثبات أن الموت المعيون مقصودة في أمتنا الثنتين وحياة الثنتين، الموت المقصودة أن الإنسان يكون عايش في الحياة الدنيا بس عايش في الظلمات ليس بخارج منها. أما المؤمن فهو كان ميت لأنه لا يعرف الله سبحانه وتعالى، فلما الله عرفوا إياه يعني كان الإنسان مثلا كافر أو ضال على الطريق فهو ميت. فأحييناه بالإيمان والتقوى وجعلناه له نورا يمشي به في الناس. النور هو القرآن الكريم، شفعل كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. يعني المقصود في الموت أمتنا مرتين أو اثنتين، مرة كان الإنسان موجود هو عايش، ما بنقول عنه حي لأنه الكافر يعيش أما المؤمن يحيا حياة. فمعناتها أنه أمتنا اثنتين أنه كان كافرا في الحياة الدنيا في هاي الموت عشانه ما بعرف الله. ثم إيش يقول لك أمتنا اثنتين، هاي الموت الأولى ثم مات عند الوفاة، هاي موتتان والحياتان. وحياتنا اثنتين، كيف حياتنا اثنتين؟ لما خرجوا من بطن أمه، لما أمه ولدته كان حي لأنه كان ولد على الفطرة على عبادة الله سبحانه وتعالى. ثم أحيا بعد البعث، يعني لما بعثوا بعد الموت هاي الحياة الثانية. إذن كيف نقول المرة الأولى كان حيا عندما ولدته أمه، لأنه أي طفل كان نصراني أو يهودي أو مسلم أو كافر الطفل يولد على الفطرة مسلما مؤمنا بالله، فهي الحياة الأولى. ثم لأنه اتخذ سبيل وطريق غير طريقة الله ورسوله وكتابه الحكيم فصار ميت لأنه إيش لم يؤمن بالله سبحانه وتعالى، فهي الموت الأولى. ثم لما انتهى أجله والله كتب له أنه يموت ويتوفاه الله فصارت الموتة الثانية. ثم لما يبعثوا حي أماتهم مرتين وأحياهم مرتين. ودليل يعني الفاصل على كلامي بسورة الدخان آية 56 بعد بسم الله الرحمن الرحيم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم. يعني هذول الناس الذين دخلوا الجنة ماتوا مرة واحدة لأنه لما ولد كان مؤمن ظل مؤمن حتى توفاه الله سبحانه وتعالى، ثم بعثه الله سبحانه وتعالى وهي الحياة الثانية. فشو حياتين للمؤمن وموت واحدة، أما للكافر حياتين وموتتان. وإن شاء الله أكون بيّنت لكم يا أخواني وبيّنت للأخ ناصر محمد اليماني اللي من اليمن تفسير هذه الآية، وإن شاء الله أنه يقبل هذا التفسير لأنه هذا تفسير القرآن الكريم ولم أقل قولي أو رأيي الشخصي فيها. فالمؤمن الحقيقي لما يسمع التفسير الحقيقي بقول سمعنا وأطعنا، أما إذا تولى وأعرض عن الحق فأمره إلى الله. وأستغفر الله العظيم لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.